السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا بكم ومرحبا طلابنا الأعزاء في دروس تعليم اللغة العربية للأعاجم، ونقص الأتراك منهم. أنا أترجم هنا إلى اللغة التركية. كنا قد وصلنا في الدرس الماضي إلى السكن، أخذنا الدرس درسين عن السكن، والآن وصلنا إلى التدريبات. Bu üçüncü dersimiz yaşamak hakkında, oturmak hakkında en son aldık. Şimdi devam ediyoruz arkadaşlar. İnşallah faydalı bir ders diyor. Yani inşallah yakın dersen mufiden bu tedbirat جيدة ونافعة لكم إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. التدريب: تبادل السؤال والجواب مع زملائك. تبادل السؤال والجواب مع زملائك. Arkadaşlarınızla soru sorun ve cevap verin. ما رقم بيتك؟ ما رقم بيتك؟ إلى شقتك؟ ما رقم شقتك؟ ما رقم بيتك؟ يجيب طالب ثاني. طالب يعني اختصارا. طالب طالب أول وطالب ثاني. طالب أول برنجي بولانجي ديور. ما رقم بيتك؟ سوريور. طالب الثاني 7. رقم بيتي 7. طالب الثاني يسأل طالب ثالث: ما رقم بيتك أو شقتك؟ أقول 5. 5 رقم بيتي، يا بيتي بنم إيري 5. رقم بيتي 5. يأتي بقية الطلاب يسألون: ما رقم بيتك؟ ويجيبون 4 5 6 7 8. هكذا يكمل. نتابع التمرين. التمرين الأول، تمرين باء. طالب الأول: أسكن في حي الجامعة. أسكن في حي الجامعة. أين تسكن؟ sen nerede oturuyorsun? ben üniversite semtinde bölgesinde oturuyorum. أسكن. sen أين تسكن؟ وأنا demek ve ente ayda. Sen nerede oturuyorsun? Aynı tesbih. Eskunu fi hayyil matar. Eskunu fi hayyil matar. Aynı tesbih. Yani böyle bir diyalog iki kişi arasında: ben bir yerde oturuyorum ve sen nerede oturuyorsun? أسكن في حي. حي سن عندك أجيك درس المطار غالبا. أين تسكن؟ نزل تيوس. هيرو يذكر كل طالب الحي الذي يسكن فيه. هيرو رانجي كاندي. كاندي سن نزل كودو bulduğu yer söyleyecek. التدريب الثاني: تبادل الحوار مع زميلك كما في المثال. تبادل الحوار مع زميلك كما في المثال. المثال örnek gibi bu arkadaşınızla soru sorun ve
جواب مهني هذا حوار، يلا حوار طالب أول والطالب الثاني. شقة، تفضل. شقة، عندنا هنا شقة، الكلمة هي شقة، أريد مشاهدة الشقة. تفضل، هذه هي الشقة. الشقة دايري، دايري غورمي، دايري غورمي سيرو، دايري غورمي سيرو، أريد مشاهدة الشقة. تفضل، بيرن، هذه هي الشقة. اشتبه قدر ودايري، هذه هي الشقة. نسأل، هذه أو نطبق هذه التدريبات على هذه الكلمات. فتلك بيقول كلمة لاش. عندنا هنا هذا الرز، الرز أحفظ فيه الطعام، أحفظ يعني لا ندعه بوردر ميورز، يعني بوردر صادق ميور كاليور، نحفظ نحفظ الطعام في البراد. أريد مشاهدة البراد، أريد مشاهدة البراد. تفضل، هذا هو البراد. تفضل، هذا هو البراد. نعم، خذ دولابه كمي سير سير اشتركوا، خذ دولابه، هذا هو البراد. أريد مشاهدة السرير، أريد مشاهدة السرير. تفضل، هذا هو السرير. مرآة، أريد مشاهدة المرآة، أريد مشاهدة المرآة. تفضل، هذه هي المرآة. تفضل، هذه هي المرآة. نأتي هنا، هذا فرن، فرن، أريد مشاهدة الفرن، أريد مشاهدة الفرن. تفضل، هذا هو الفرن، هو الكيك، فرن، مرآة يعني مؤنثة، هذا الفرن مذكر. هذا للمذكر، وهذه المؤنث، هذه الشقة، هذه المرآة، وهنا هذه الأريكة. أما هذا فهو لبراد، هذا براد، وهذا سرير، وهذا فرن. نعم، الآن أريد مشاهدة الشقة، أريد مشاهدة الشقة قلناها، أريد مشاهدة الأريكة قطب كرميستيو، أريد مشاهدة الأريكة. تفضل، هذه هي الأريكة. تفضل، هذه هي الأريكة. تأتي، أمضي إلى الصفحة التالية، التدريب الثالث، تبادل السؤال والجواب مع زميلك كما في المثال. هناك سلوك بجواب فرنك، ماذا تريد؟ ماذا تريد؟ نيسترس، ماذا تريد؟ أريد ستارة، فردي ستيرو، أريد ستارة،
أرده سيور. ماذا تريد؟ أريد ستارة. هذا نطبق على هذه الكلمات. فعلت التدريبات تدريب على هذه الكلمات. ني ستارتن طبعا ستيور. ماذا تريد؟ أريد الشيء الذي أريده. نعم، ماذا تريد؟ أريد الأريكة بدين زمان. أريد الأريكة بدين زمان. قدمي بو بو كوتو. أما أريد أريكة التعريف يو يوكسا قدما هرهانجي هرهانجي بير كوتو. أما أريد الأريكة قدما بير بيرلي 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 بير بيركوب بيرلي الأريكة أبدا بير كوب وار بو ستيور. أما أريد أريكة أريكة دمك بير قلت خير هنجي قلت. نعم، إذا نضع هنا في حالة النكرة، يعني التعريف يو التعريف سيز من دون التعريف. ماذا تريد؟ أريد أريكة. أريكة هذه لمفعول به نصب. أريد أريكة أريكة. أريد فرنا. أريد فرنا. ماذا تريد؟ أريد سخانا. ماذا تريد؟ أريد سجادة. ماذا تريد؟ أريد مرآة. ماذا تريد؟ أريد ثلاجة. كذا برادا ثلاجة برادة هو بلد ثلاجة برضا ثلج بوس من اتشين ثلاجة بوس ما براد بوكس اتشين براد برد دان قريو من البرد سوق ثلاجة من الثلج بوز بار قريو دولابو لصو دولابو برادة برادة. نعم أريد ثلاجة. أريد برادة ثلاجة مؤنث وبرادة مذكر. ماذا تريد؟ أريد سريرا. أريد سريرا. ماذا تريد؟ أريد ستارة. أريد ستارة برد. التدريب الرابع، هات جملا كما في المثال. Örnek gibi cümleler ver. المثال örnek. المثال أسكن في حي الجامعة. أسكن في حي الجامعة. أسكن في شقة جميلة. الشقة في الدور الخامس. في الشقة خمس غرف. الشقة في الدور الخامس. هنا الدور الخامس طابق خامس. في الشقة شقة خمس غرف. واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة. خمس غرف في الشقة الواحدة. نعم. وعين الشكل ده
دوم. أسكن في حي الجامعة، أسكن في شقة جميلة فور في ديش ديش ميور. الشقة في الدور 1 2 3 4. الشقة في الدور الرابع. في الشقة 5 غرف. 5 غرف. هنا يوجد 4، فإذا نقول هنا مكتوب 4، نقول في الشقة 4 غرف. 4 غرف في الدور الرابع، ودور الرابع 1 2 3 4، و4 غرف 1 2 3 4. المثال الثاني، التمرين الثاني. أسكن في حي الجامعة، أسكن في شقة جميلة. الشقة في الدور 1 2 3. الشقة في الدور الثالث. في الشقة 5 غرف. طيب دي هنا 5، لكن هنا 1 2 3. في الشقة 3 غرف. هناك هو مكتوب مرسوم موجود. أسكن في حي الجامعة، أسكن في شقة جميلة. الشقة في الدور الأول، الثاني، الثالث، الرابع، الخامس، السادس. الشقة في الدور السادس. في الشقة 1 2 3 4 5 6. في الشقة 6 غرف. في الشقة 6 غرف. أسكن في حي الجامعة، المطار في حي الفاتح، في حي مجديكم. أسكن في شقة جميلة، الشقة في الدور 1 2 3 4 5 6 7. أوه ما شاء الله، في الطابق السابع. الشقة في الدور السابع، في الطابق السابع. في الشقة 5 غرف. في الشقة 1 2 3 4 5 6 7. في الشقة 7 غرف. 7 غرف. التالية، التدريب الخامس. تبادل الحوار مع زميلك كما في المثال. أريد شقة من فضلك، أريد شقة من فضلك. لدينا شقة جميلة، أريد مشاهدة الشقة، أريد مشاهدة الشقة. هذه هي الشقة، هذه شقة جميلة، أريد شقة من فضلك. من فضلك اذنني لي. لدينا شقة جميلة. تزاد الدائرة بار. أريد مشاهدة الشقة. دائرة دومي ستيرو. هذه هي الشقة. شقة اشتبو. هذه شقة جميلة. وتزاد الدائرة. الآن نطبق هذه التمرينات على هذه الكلمات. نطبق هذا الحوار على كلمة. هنا شقة أخذناها. الآن ثلاجة. ثلاجة. أريد ثلاجة من فضلك. لدينا ثلاجة جميلة. أريد مشاهدة الثلاجة. الثلاجة. مشاهدة الثلاجة. هنا
يوجد عندنا لدينا ملاحظة. هنا لدينا شقة جميلة، أريد شقة. هنا لا يوجد التعريف، التعريف أريد الشقة غير موجود. ال لا ليس أجل الفصل الضمان بو نكرة بيرد، يعني بيرسيس بير دايرة، بيرسيس بير دايرة شقة هير هانجي بير دايرة شقة شقة. هنا نريد مشاهدة الشقة، لذا لماذا هنا التعريف؟ لأنه عندما قال له لدينا شقة جميلة يزابين يزايلفات مشتري يدد أريد مشاهدة اشتبو هو كي دايركي دايركي يعني كنشتوموز دايري كنشتوموز. لدينا شقة جميلة أريد مشاهدة الشقة الشقة شمدي بير لي بير دايري أولدو. أرجو أن يكون واضح. شكرا. المصر رجاء دير. هذه هي الشقة. هذه هي الشقة. هذه شقة جميلة. ثلاجة قلنا. أريد مشاهدة الثلاجة. هذه هي الثلاجة. هذه ثلاجة جميلة. كذا. هذه نتحول إلى النكرة مرة أخرى. هذه تزال بير بير بوزنا ترى. هذه تزال بير تاري. نعم. أريد أريكة من فضلك. أريد أريكة من فضلك. لدينا أريكة جميلة. أريد مشاهدة الأريكة. الأريكة. هذه هي الأريكة. هذه أريكة جميلة. شكرا لك. شكرا. هكذا. أريد شقة من فضلك. أريد سجادة من فضلك. لدينا سجادة جميلة. هي من فارس. من إيران. أريد مشاهدة السجادة. هذه هي السجادة. هذه سجادة جميلة. شكرا لك. أريد مشاهدة. أريد هنا ستارة. أريد ستارة من فضلك. لدينا ستارة جميلة. جميلة جدا. أريد مشاهدة ستارة. من فضلك. هذه هي ستارة. هذه ستارة جميلة. أريد مرآة. مرآة من فضلك. لدينا مرآة جميلة وفخمة فارهة. أريد مشاهدة المرآة. هذه هي المرآة. هذه مرآة جميلة حقا. حقا. كاتشك. التدريب الأول. انظر واستمع واقرأ. انظر واستمع واقرأ. اقرأ أكل إلى تكرارك. فانديورين. بيت بيت شقة تكرار شقة غرفة غرفة
حمام، حمام، مطبخ، مطبخ، دور، دور، ده طابق، طابق، سرير، سرير، ستارة، ستارة، أريكة، أريكة، سجادة، سجادة، غرفة نوم، غرفة نوم، يطاق بس، غرفة جلوس، غرفة جلوس، التدريب الثاني، صل بين كل كلمتين متطابقتين، يعني أين، أين كلمة لاش، دش دش دش، إذا أين كلمة بار، دش دش دش، نعم، نعم، تسكن، تسكن، سن، أنت تسكن إذا هي تسكن، لابيش، هو، إذا سن، هي المؤنث، تعرفون، حي، حي، سن، حي، جميلة، جميلة، إذا ثلاجة، رقم صين، رقم ثلاثة، موبيليا، لا، خير، نعم، belki bazı öğrenciler diyorlar bu pratik ne fayda var burada? Yani aynı kelimeler. Belki bu Arapça kelimeleri bilmek için. Bu biliyor musun ya da bilmiyor musunuz? Bu şekil. Yani harfler şekli, şekilleri. Biliyor musun? Bilmiyor musunuz? Bu, bunun için geldi bu pratik. Nam. Nükmil, manitel, ila, sapan, sıra, teliye. Ettezil, yakul, ikra, thumma da' alamete hata, bicanibil kelimetin muhtelife, fi kulli mecmua. ضع علامة خطأ بجانب جانب كلمة المختلفة مختلفة يعني أين دي burada bir grup var üç kelime hangi değişik değil مختلفة ما هي الكلمة المختلفة؟ ليشليك نيردا غرف غرف غرفة غرفة وهذه كلمة خاطئة أريد أريد تريد تريد كلمة خاطئة جميل جميل جميلة جميلة كلمة خاطئة durum gibi değil. Matar, el matar, el matar. هذه كلمة مختلفة. نعم. التدريب. اقرأ ثم ضع علامة خطأ في جانب الجملة المختلفة في كل مجموعة. فرضا جملة لا. Different. Different. أنا لا أذكر كلمة بالتركية ما معنى مختلف لكن بالإنجليزية تعني different different verses هذه شقة جميلة هذه الشقة جميلة هذه الشقة جميلة هنا التعريف إذن هذه هي الجملة المختلفة
ما رقم بيتك؟ ما رقم بيتك؟ بيتك ما رقم بيتك؟ هنا فتحة كأنت سان أكي، هنا كسرة سان أكي مؤنث بيان و different هذه مختلفة. المطبخ في الدور الثاني، المطبخ في الدور الثاني، المطبخ في الدور الثالث، أذن. هذه هي الجملة المختلفة. كم ستارة في الغرفة؟ كم سجادة في الغرفة؟ كم سجادة في الغرفة؟ ستارة، سجادة، سجادة. إذن هذه هي ستارة، هي كلمة مختلفة، الجملة كلها أصبحت مختلفة. أسكن في، انظر واستمع فقط. فار لينلي بي أوكو، تكرار لينلي. أسكن في بيت، أسكن في بيت، أسكن في شقة، أسكن في شقة، في الشقة ثلاث غرف، في الشقة ثلاث غرف. الشقة في الدور الأول، الشقة في الدور، الدور الأول. أريد مشاهدة الأثاث، أريد مشاهدة الأثاث، أريد مشاهدة المطبخ، أريد مشاهدة المطبخ. التدريب السادس، انظر واستمع واقرأ. أحمد يسكن في شقة جميلة، أحمد يسكن في شقة جميلة. الشقة في حي المطار، الشقة في الدور الثالث. في الشقة خمس غرف، في غرفة النوم سرير، في غرفة الجلوس أريكة، وفي المطبخ فرن، في الحمام مرآة. شندي هذه كلها سهلة، في الشقة خمس غرف وهيك وهيك دار أرض، في غرفة النوم سرير، يطرد الصندوق في غرفة، يطرد الصندوق سرير يطرد باردر سرير سرير في بعض البلدان عربت يو أما أنضي بالدرس في دان أنضي بالدرس باردر في غرفة النوم يعني دمك سرير سرير باردر يعني يطاق باردر في ها؟ نعم في غرفة الجلوس أريكة وترمى أودا صندا قلتك حاضر في المطبخ فرن مطبخ تا فرن باردر في الحمام مرآة بانيو دا آينا باردر. أجب الآن، أجب جواب ذي. هل يسكن أحمد في شقة؟ أحمد دايره دائما تيور، دايره دائما تيور. هل يسكن أحمد في شقة؟ أحمد يسكن في شقة جميلة. إذا نعم أحمد يسكن في شقة، نعم. هل يسكن في حي المطار؟ هنا الشقة في حي المطار. إذا نعم يسكن أحمد في حي المطار. هل الشقة في الدور الخامس؟ الشقة في الدور الثالث. إذا لا، ليست الشقة في الدور الخامس، بل في الدور الثالث. بل كم غرفة في الشقة؟ دايرة الكاتش ودبار في الشقة خمس غرف، يزيد في الشقة خمس غرف.
أين الفرن؟ فرن نيرده. أين الفرن؟ في المطبخ. فرن، إذا الفرن في المطبخ. أين الفرن؟ الفرن في المطبخ. أين المرآة؟ مكتوب فوق في الحمام مرآة. المرآة في الحمام. أين السرير؟ السرير في غرفة النوم. في غرفة النوم سرير. السرير في غرفة النوم. أين الأريكة؟ في غرفة الجلوس أريكة. في غرفة الجلوس أريكة. إذا الأريكة في غرفة الجلوس. أين الأريكة؟ الأريكة في غرفة الجلوس. الكتابة. الكتابة. نأتي إلى الكتابة. نصائح الكتابة. توصل إلى يعني كل يرسل. حرف الجيم وحرف الحاء وحرف الخاء في أول الكلمة، وسط الكلمة، آخر الكلمة. كلمة وشندا، كلمة وتصدى، كلمة صندا. جميلة، سجادة، سراج. سراج. حي، سراج تمك قنديل. قنديل. وقنديل أيضا بالعربية قنديل. تركيا قنديل. سراج. حي. الحمد صباح. جيم حا خ. جميلة حي. خمس. خمس. سخان. انسخ. 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 تعوز كبير. كوبية. كوبي. كوبية. انسخ. تعوز. التدريب. مرر بقلمك على الحرف. قلمي حرف جيم. يعني حرف الجيم يبدأ من هنا. نفعل هكذا. نبدأ كويل كويل. جيم والحاء والخاء. هكذا هكذا هكذا. نعم. بشكل. ثم نقطة أو نقطة أو في وسط. هنا اكتب. حاول أن تكتب. تتمرن. فاتكر. يعني يظن. افتح. قول. خلي إن شاء الله. هنا للأوضاع وأشكال الحروف المختلفة في أول كلمة فيها ووسطها. جمعة. جمعة. هانجيون. أقل يوم. جمعة. جمعة. التدريب السابع. مطبخ. ثلاجة. هنا تكتبون الحرف الناقص. يكسيك حرف. تبدأ جاكسونس. جوكولاي. جدة. خامس. حالك. حالك. مسجد. جدة. خامس. حالك. حالك. شوف دران مكتبك. حالك. ليل. حالك. شوف سياح بير. كجي. شوف كرامك. ليل. حالك. عليكم. حرف العين والغين. هكذا يكتب. عين. اي انا لا استطيع. انا ابين لكم تماما. ان شاء الله نستعين ببرنامج اخر. عين يبدا من هنا. هكذا ثم هكذا. هكذا هكذا. نعم.
عين ثلث كبير عين عليكم معلمة سبع دموع عليكم معلمة سبع دموع غرف الغرفة صبغ فراغ فراغ بوش بوش دموع دمغار السلام عليكم لا أزرين دي أزرين دي عليكم عين غين عين غين اكتبوا عين الغين عليكم معلمة معلمة قيان أوريتما غرف لاحظ وأعلن النقاط هنا تدريبات الكتابة هنا ايش تشتري حرف بشكل عين مع السلامة قولي قولي مع السلامة سلامت لي نعم ودع وداع التي ودع وداع التي عم يا يوب انتشر يا يوب عم غرفة أو غرفة فراغ صبغة صبغة بويا بويا يا بويا بويا إلى هنا أكون قد انتهينا من تدريبات درس السكن ووصلنا إلى الوحدة الرابعة دوردون يو يونت الحياة اليومية كنوك حياة وإلى اللقاء في الدرس القادم بإذن الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.